باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع أكلمكم في سلسلة أتفهمون ما قد صنعت بكم، موضوع مرتبط باللي حصل فعلا يوم خميس العهد اللي قاله المسيح في موقعه، يعني مش هناخدها كتأمل. هو قالها لما غسل رجلين تلاميذه. المؤتمر كله هياخد اتجاه ربنا بيقول لنا حاجة، فهتلاقوا أغلب اللحظات بتجاسر وبتكلم بلسان ربنا، يعني مش هقعد أقول لكم اعملوا توبوا اختشوا، ما أنا بقالي 20 سنة بقول مش قاطع يعني. فهنتكلم ربنا بيقول حاجة، بيشرح موقفه، لأنه غالبا أغلب الوعظ بيشرح موقفنا، رد فعلنا، فهمنا، لكن في حاجة أهم من ده كله، ربنا بيقول إيه وإحنا ساعات ما بنبقاش سامعينه. أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ تعالوا نقرأ النص اللي عليكم حفظ، أتمنى كلكم فعلا تحفظوه، هيفرق معاكم طول العمر لو حفظتوه. جاء إلى سمعان بطرس، ده كان بيغسل الرجلين وده قبل العشاء الرباني، وكان يهوذا قاعد على فكرة، فقال له ذاك: يا سيد أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجاب يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم، لأن يهوذا كان قاعد، لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، أنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتم. كلكم عارفين الموقف، وكلكم فاكرين موقف بطرس اللي خد يمين وخد شمال. في الأول قال: لا 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 ما تغسلش رجلي أبدا. قال له: يبقى مالكش معايا نصيب. قال له: طب اغسل رجلي وإيديا ورأسي. تعرفين بطرس يعني يحدف يمين ويحدف شماله، شخصية ممتعة جدا وقريب لضعفاتنا أحيانا. إنما لما المسيح غسل الرجلين وقعد قال لهم: أنتوا فاهمين أنا عملت إيه؟ وطلع بدرس مهم، اللي أنا عملته لازم تعمله. تعالوا نسمع ربنا يسوع بيقول إيه. جاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد أنت تغسل رجلي؟ يبقى بطرس استكتر أوي. فقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. لو أنا سألت المسيح: يا رب أنت تغسل لي رجلي أنا؟ ربنا هيقول لي إيه؟ أنا حبيبي حنين عليك ومش عاوزك تيأس أبدا. ربنا يسوع بيقول لبطرس: أنا عارف اللي هيحصل بعد ساعات، أنت هتقع وقعة كبيرة قوي وتقيلة عليك قوي، وبالنسبة لك هتفقد ثقتك في نفسك، هتنهار قدام نفسك، هتكره نفسك، هتعمل عكس اللي بتحبه، إنك تنكر الشخص اللي بتموت فيه، فأنت صعبان عليا، فأنا لازم أغسل رجليك عشان أفكرك إن أنا بحبك وعارف كويس اللي هيحصل ولسه بحبك، فأنا حاسس بيك من قبل ما تقع ومرتب ليك بعد ما تقع. أنا مش عاوزك تيأس،
لأني عارف إن اليأس هيقرب منك وخاف عليك جدا من اليأس. اليأس هياخد واحد من أغلى ولادي، مش عاوزه ياخد اللي بعده. تاني رسالة بيقولها المسيح: أنا بغسل لك رجليك عشان تفتكر إن أنا لما بسامح بسامح من غير شروط. أنا بقول مغفورة لك خطاياك من غير ما تبقى لسه إنسان كامل ولا تعمل كل اللي تقدر تعمله. أنا بسامح لأني بحبك. فأنا غسلت رجليك، ما قلتش طب اغسلوا رجليك وقبل ما اغسلها لكم، لا، أنا غسلتها بالطين اللي فيها، وما حطيتش الشروط لطريقة الغسيل، لأني بفكرك المصيبة الكبيرة اللي هتحصل أنا برضو هغسلها وهشيلها زي رجليك بالظبط. كمان أنا بغسل رجليك عشان تغسل رجلين اللي حواليك. يوم يا بطرس ما تقع وتقوم تعرف إن أنا بحبك ومصر ترجع رسول وخادم محترم ومهم، وهغطي على اللي أنت عملته، وهتفضل قدام كل الناس بطرس العظيم، واللي بيني وبينك يبقى سر بيني وبينك وبين التلاميذ. ما تنساش تغسل رجلين اللي بيقعوا حواليك، اللي بييأسوا، اللي بيضعفوا، اللي بيحسوا ان هم ملهمش لازمة، اللي بيكرهوا نفسهم في لحظة، اللي قرفانين من اللي عملوه. اعمل معاهم اللي انا بعمله معاك. انا بغسل رجليك عشان يبقى لك معايا نصيب، لانه بشرح لك المعمودية هتعمل ايه. المعمودية هتعمل لك نصيب في السماء، ومن غير الغسل مش هيبقى في نصيب. افهم دي وفهم كل العالم دي. وبطرس فهم، وأول يوم في الكرازة كان يوم معمودية كبير، 3000 نفس. ليه؟ لأن فرحتهم بالغسيل، لأنه بعد كده قال لهم ربنا اللي اغتسل مرة ليست له حاجة إلا إلى غسل رجليه. يعني الغسيل المرة الأولى ده بيعمل كل حاجة، بعد كده شوية توبة يجددوا عمل المعمودية. أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ بيكلم التلاميذ. أنتوا فهمتوا أن أنا بدي كل الناس بما فيهم الأشرار بسخاء. أنا غسلت رجلين واحد فيكم وبقول لكم مش كلكم طاهرين. واحد هيخني وهيبيعني وهيدوس عليا وهيبقى سبب من أسباب صليبي ووجعي وألمي وذلي، لكن غسلت له رجلي. انتوا فاهمين انا موقفي ايه من الاشرار؟ انا بمطر على الاشرار وعلى الابرار، بطلع الشمس على الحلوين وعلى الوحشين عشان نفس الوحشين يعقلوا. هفضل اعمل الخير لكل اشرار العالم، يمكن في يوم من الايام يصحوا ويقولوا شكرا على الشمس اللي طالعه او على المطر اللي نازل. ولو ما قالوش مش هعرف اعمل غير اللي بعرف اعمله، هفضل برضو أغسل رجليهم وأفضل أطلع عليهم شمس ومطر. أتفهمون أن أنا مستعد أعمل أي حاجة من أجل خلاصكم؟ أنا فعلا السيد والمعلم، أنا ربنا، أنا رب الملائكة والبشر، أنا سيد الكون كله، أنا فوق كل حاجة، أنا لا لي زمان ولا مكان في الأصل، لكن عشان خاطركم مستعد أقعد تحت رجليكم وأبقى عبد. ودي ده الطريق اللي اخترته عشان أنقذكم. فهمتوا أنا بعمل إيه؟ مستعد أعمل أي حاجة من أجل خلاصكم. فلما تضيعوا ولما تتوهوا ولما تتلخبطوا ولما تتدهوروا ولما تكتئبوا ولما تعملوا أوحش حاجة في حياتكم، تأكدوا أن أنا هو ما بتغيرش، هعمل أي حاجة عشان أنقذكم وأرجعكم. أتفهمون معنى يعني إيه صرت عبد؟ أدركت يعني إيه الواحد نزل من سابع سماء لآخر مستوى في البشر، أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطع حتى الموت موت الصليب. أنا ما نزلتش بس أبقى واحد منكم، أنا نزلت أبقى أقل واحد فيكم. أنا خدت شكل العبد وسطيكم بكل عيوبكم اللي أنا عارفها، بكل مشاكلكم، بكل ماضيكم وخبراتكم، بس أنا مش هقعد جنبكم على الكراسي، أنا هقعد تحت رجليكم. فأنا بعمل ده كله عشان تتحرروا من
بشاعة الكرامة والكبرياء البشري اللي شوه الطبيعة، عشان تفوقوا من الفيروس اللي دخل. انتوا فاهمين قوة المثل؟ قال لهم ما قد صنعت بكم روحوا اعملوه في اللي بعدكم، اللي انتوا شفتوه فيا لازم تعملوه. يفرحني قوي ربنا بيقول ان انتوا تعملوا زي، لما بشوف خادم فيكم بيقعد على الارض وبيعمل حاجة لناس أقل منه، بس هم حطهم أعلى منه، وبينكر كرامته خالص وبيقلع ثوب الكرامة ده وبيلبس ثوب المسيح المتواضع ويبقى تحت الرجلين. يفرحني المنظر ده، هيفضل يفرحني في الرسل، في كل القديسين والشهداء والأبرار والخدام والكهنة. ومش منظر طقسي بس يوم خميس العهد، لا لا، ده حياة كل يوم، دي علاقاتكم بكل الناس. يفرحني ان انتوا تقبلوا التعب، تقبلوا الذل، تقبلوا الهوان، يبقى في نوع من الكسرة كده باختياركم. مش لازم تستنوا الايام تكسركم، اكسروا انتوا كبرياءكم. وهيفرحني قوي انك تقبل حاجة مش مقامك، زي ما انا قبلت حاجات كتيرة قوي مش مقامي، بس باختيارك، وتبقى برضا وفرح لأنك بتعمل اللي أنا عملته. يفرحني أن أنتوا تتسابقوا على المتكئ الأخير مش المتكئ الأولاني. لسه أغلبكم بيفكر مين هيقعد في أقرب كرسي للمسيح، مين اللي هيبقى عن يمينه وعن شماله لازق له، مين اللي عاوز الناس كلها تشاور عليه. بس ده ما بيفرحنيش، بيفرحني اللي بيدور فين المكان اللي مفهوش كرسي، فين الآخر حاجة مش أول حاجة. ولو عرفتوا تفكروا في كده هتقربوا مني، هتفهموني، هتحبوني، وهحبكم أكتر من أي وقت. أتفهمون ما يدور بداخلي؟ أنتوا فاهمين إيه اللي جوايا؟ قل لنا يا رب إن علمتم هذا طوباكم، إن عملتموه لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب الذي يأكل مع الخبز رفع علي عقبه. انتوا فاهمين ان دي اخر رسالة حب لواحد غالي عليا بس عنيد ومش راضي يسمع؟ خلصت كل انواع الكلام معايا، اظهرت له الحب بكل الطرق، اديته سلطان، اديته مكان، اديته الصندوق عشان يبان قدام كل الناس كأني مأتمنه اكتر من اي واحد فيكم. واخر رسالة بقولها له انا لسه بحبك ولسه شريك، وما تعملش اللي انت هتعمله، ما تضيعش نفسك. انا مستعد اضيع بدالك بس انت ما تضيعش نفسك. دي اخر رسالة لي، لانه بعدها هيخرج وهيكمل اللي هو ناوي. رسالة رجاء، انا ببعت رسالة لكل الناس اللي فيهم يهوذا في كل جيل، وفيهم بطرس في كل جيل، وفيهم توما في كل جيل. انا بغسل رجليكم، انا مش واقف لك يا توما اقول لك انت ازاي تشك، ولا واقف لك يا بطرس اقول لك ازاي تنكر، ولا حتى هقول لك يا يهوذا ازاي تخون. الحقيقه انا جاي اغسل رجليكم بس بكل الزباله دي واللخبطه دي. فانا بقول لكم ما تفقدوش رجائكم ابدا مهما حصل. اعرفوا ان انا هعمل اي حاجه عشان تكملوا معايا للاخر. انتوا فاهمين اللي بيدور جوايا؟ وانا عارف كويس ان بعد لحظات هدخل على عذاب ما يستحملوش واحد فيكم، لكن انا مستعد استحمله عشانكم. واللي انا بعمله عشان افهمكم هو ليه الصليب، عشان تعرفوا بحبكم قوي لدرجة مستعد اعمل اي حاجة. غسيل الارجل ده مقدمة لحاجة اعلى من كده. الجلد لسه، والمسامير لسه، والإهانة لسه، والعري لسه، وكليل الشوك لسه. دي بداية السكة، بس بداية السكة اللي أنا اخترتها عشان بحبكم وعشان تعرفوا أني مصر على خلاصكم. حتى متى كان تؤمنون؟ في نفس الإصحاح قال المعنى ده قبل أن يكون، بقول لكم الكلام ده عشان لما يحصل تصدقوا. انتوا فاهمين ان كل حاجة بعملها عشان ايمانكم يزيد؟ انا بعمل اللي انا بعمله عشان لما يجي لحظة شك تقولوا لا هو قال،
هو سبق وقال، ولما يجي لحظة تحدي في الكرامة تقوله هو سبق وقعد تحت رجلينا. ولما تتحارب بفكرة انه ممكن يرفضك تقول مش ممكن، اللي غسل لي رجلي وبقى انا السيد وهو العبد هيبقى بيرفضني كأني انا العبد وهو السيد، مش هيحصل. فيبقى كل اللي بيعملها عشان الإيمان يزيد، صدقني النهاردة أو صدقني بكرة. لو ما فهمتش اللي أنا بعمله معاك النهاردة يجي اليوم اللي تفهمه بكرة. بس لما تفهم صدق، صدق قد إيه بحبك، صدق قد إيه أنا مستعد أغير فيك وأصلح فيك وأنظف فيك، وإن ربنا نفسه بيلمسك بإيديه. وف أخطيت أقذر لحظات وجزء من جسمك المشوه يعني، صدقني النهاردة بكرة، بس صدقني بعد ما تشوف اللي أنا قلت لك عليه. لو الثقة زادت هترتاح، ده اللي بيقول المسيح، أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ لو فهمت هترتاح، لو فهمت أنا بعمل ده كله ليه هترتاح، هتفاجأ أن الحياة بقت أحلى كتير يعني. لو لقطت غسيل الأرجل ما خرجتش من ذهنك أن إله الكون شغال عندي، أنا عبد مستعد يغسل لي أنا رجلي، يبقى مش كتير لما يفزيني ويدفع دم، يبقى مفيش حاجة غريبة، يبقى السماء ما بقتش صعبة، ما بقتش مستحيلة. مستحيلة علي أنا الخاطي الوحش، لكن مش مستحيلة عليه بالكرم ده والحب ده والإرادة دي والمشيئة الصالحة دي، يبقى مفيش حاجة مستحيلة. ساعتها لما الثقة بتاعتكم تزيد هتعملوا اللي أنا بقوله، هتعملوا اللي أنا بعمله عشان تلاقوا نفسكم زي، عشان يبقى لكم رسالة وقيمة زي. أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ اخدموا وروحوا اشتغلوا، ولما تخدموا رجلكوا هتتوسخ. أنتوا كنتوا معايا وتمشوا معايا، فالصنادل كلها توسخت، اقلعوا بقى الصنادل وجي الوقت اللي اغسل لكم رجليكم. ما تخافوش تخدموا وتغلطوا وانتوا بتخدموا، لكن خافوا ما تخدموش. ما تخافوش تشاركوني المشي في الحواري والطين والوصول لآخر مكان في الأرض مهما رجليكم اتبهدلت، لأني أنا اللي هغسل لكم رجليكم، ولو اتلخبطتوا أنا هصلح. لكن ما تقعدوش مكانكم، ما توفروش رجليكم، ما تستخسروش نفسكم في التعب، ما تنظفوش رجليكم بنفسكم، مش هتقدروا. يبقى ما تخافش تغلط في الخدمة، بس اخدم، اخدم بضمير صالح وتعب، ولو تلخبطت حاجة أنا هشيل وراك. خاف جدا تطلع بره جو الخدمة، خافوا ترفضوا غسيل الأرجل زي يهوذا. ولما بطرس تردد للحظة أنكر، إنما يهوذا لم يقبل غسيل الأرجل، كان رفضها داخليا، وبعد غسيل الأرجل خرج ودخله الشيطان لأنه ما قبلش الحب ده. أنا هلم وراكم، اعملوا اللي هتعملوه وأنا هلم وراكم، أنا هصلح اللي أنتوا بتخربوه. روحوا بلاد واتكلموا مع الناس وهديكم اللي ما تقدروش تعملوه بنفسكم، أعطيكم فما وحكمة لا يقدر معانديكم أو مقاوميكم أن يقفوا قصادها، بس اتحركوا. أنتوا تعبوا في الخدمة وأنا هريحكم في الآخر، أنتوا عليكم تمشوا في الدنيا ورجليكم تتوسخ، بس أنا هيجي اللحظة اللي أغسل لكم رجليكم للأبد، وتعرفوا أن أنا مقدر تعبكم دائما. مع غسيل الأرجل مسيحنا بيقول لنا احتملوا اختلافاتكم واحتفظوا بوحدانيتكم. احتمل يا بطرس انك تبقى غير انضراوس وغير يوحنا وغير يعقوب وغير يهوذا، بس كلهم مهمين وكلهم رسل وكلهم انا هعرف اشتغل بيهم، ومهما اختلفت معاهم ما تنساش انك انكرت، وما تنساش انك مندفع، وانا برضو بشتغل بيك. ما لغيتكش وما ركنتكش وما قلتش ما تنفعش، ما تقولش على اخوك ما ينفعش، لأني عمري ما قلت عليك ما تنفعش حتى بعد ما أنكرت، فضلت أقول عليك هتنفع. فلازم تستحملوا اختلافاتكم، كل واحد فيكم له ضعفاته له أخطاء
له مشاكله، له ماضيه، له أسراره، وأنا مستحملكم كلكم وبحبكم كلكم وما انتوش تقال عليا. يبقى الطبيعي كلكم تبقوا مكسوفين مني بس ما تبصوش على بعض. يبقى كل واحد بيبص لتحت، بس بدل ما هيبص لتحت هيلاقي الأرض، هيلاقيني أنا قاعد تحت رجليه، بقول له أنا بلم مشاكلك، بصلح عيوبك، بغطي على أخطائك، فما تبصش لأخطاء غيرك، ما تبصش لرجل أخوك اللي مليانة لخبطة، خليك شايف اللي أنا بعمله معاك. أنا محتاج لكم كلكم، يبقى لازم تحتاجوا بعض. أنا ما استغنتش عن واحد فيكم حتى لو بعني، بس هو اللي استغنى. يبقى ما ينفعش تستغنوا عن بعض، ما ينفعش واحد فيكم يركن التاني أو يزق التاني أو يرفض التاني بعد اللي أنا بعمله، ما ينفعش. عشان كده في نفس الإصحاح المسيح لو المجد قال للتلاميذ وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي لو كان ليكم حب بعضا لبعض. أخيرا ربنا يسوع بيقول لنا، بيقول لتلاميذه يلا ابتدوا، حق أقول لكم ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله، إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتم. احملوا بعضكم أثقال بعض، شيلوا زبالة الناس، شيلوا زبالة العالم. مش عاوزكم تقفوا تشاوروا على قد إيه الناس مش نظيفة، لا، عاوزكم تقعدوا تحت رجليهم وتبتدوا. سهل قوي تشوفوا وحشة الناس وقذارة العالم، بس أنا جيت لا لأزين العالم بل لأخلص العالم. اشتغلوا زيي، نظف، لكن ما تشتغلوش حكام وقضاء للعالم، العالم مش ناقص. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموسي. يلا ابتدوا، كل واحد يريح اللي حواليه، ما يشاورش على عيب حد، يعمل اللي يقدر عليه عشان النقح اللي في الرجلين ده يهدى بعد مشاوير تقيلة ومتعبة. يلا ابتدوا، خليك مستعد تقول حاضر لأي حد وتمشي مع الميل التاني عشان تريحه بالقدر اللي تقدر عليه. خلي الطاعة قريبة لقلبك، لأنك هتعيش عبد مش هتعيش سيد. أنا سيد وعشت عبد، فما تستكترهاش على نفسك، تبقى عبد وتقول حاضر وتريح كل اللي حواليك وتوطي راسك. اقعدوا على الأرض كفاية كراسي. افتكروا أن أم العذراء قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. خلي اللي حواليك كلهم فوق الكراسي، بس انت ما تقعدش على الكرسي. لإلهنا كل مجد وكرم. تفضلوا نصلي. يلا واليوم هتمر بيات
تسألني عن حرية شعبي بعبودية، مع إني حر فيك همومي بحب عالم ثاني بشوف في مكان ونسي إني ليك حر، لكن عبدك ملك بطول زماني، عبدك وحر أحيا لما أغنى، حر لكن عبدك ملك بطول زماني، عبدك وحر أحيا. إلهنا الطيب، كتير علينا يا رب انك تغسل رجلينا، تستحمل قرفنا، وتتذل بسببنا. كتير قوي انك تبقى إله عظيم فوق الملائكة وتحط نفسك في المنظر ده. وياريت نفهم لسه كل واحد فينا عاوز يحط رجل على رجل ويتأمر ويمشي الدنيا على مزاجه. كلنا نفسنا نبقى سادة يا رب، وانت اخترت تبقى عبد من أجلنا، من أجل خلاصنا، وأصريت تعيش عيشة العبيد للآخر وتموت موتة العبيد. سامحنا رب على كل لحظة كبرياء في عمرنا، كل افتخار غبي، كل قلب قاسي، كل نظرة لفوق كأننا أعلى من الناس، وإحنا ما نعرفش أن خلصنا تحت رجلينا في المسيح اللي بيغسل رجلينا. حررنا يا رب من الكرامة اللي تعبانا وملخبطانا، ادينا تواضع حقيقي زي بتاعك، قلب حلو زي قلبك، ايد طيبة زي ايدك يا رب، مستعدة تغسل كل رجلين البشر. علمنا الخدمة يا رب من الأول، علمنا نمشي وراك مهما كان الطريق صعب، واثقين مهما تعبنا في لحظة هتغسل رجلينا وهتفرحنا وتشجعنا وتوعدنا بالنصيب الأبدي. باركنا بكل بركة روحية يا رب. اذكر يا رب العالم كل اللي محتاج حد يغسل له رجليه. اسمعنا لما نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. لا تدخلنا في تجربة،